طيب يا فندم، بشكل عام يعني مبادرة بر أمان بتستهدف العدد المستهدف من خلال هذه المبادرة قد إيه؟ هو احنا عندنا هو طبعا 648 على مستوى الجمهوريه المرحله الثانيه، احنا لغايه دلوقتي شغالين حوالي 40 الف مركب، طبعا في النيل، دي المراكب صيد صغيره يعني في صغار الصيادين دول في النيل او البحيرات في الوادي الجديد مثلا وفي بعض المحافظات. المبادره لغايه دلوقتي وصلت حوالي 40 الف مركب، والمرحله دي على مستوى الجمهوريه بتسلم الوزاره حوالي 648. احنا لينا نصيب حاليا في المرحله دي 300 مركب كصعيد، يعني تم تسليمه امبارح بالامس لاخواتنا الصيادين في محافظه الاقصر، كان حدث جميل وعظيم يعني. زي ما احنا متابعين على الشاشه طبعا حدث مهم ومختلف كمان، وبيقدم سبل عيش كريم لاهلنا الصيادين في الاقصر وفي عدد من المحافظات.